السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نقوم بحل أسئلة الكتاب. عندنا في البداية هنا الفهم العام، بعد قراءتك للنص وضح كلمة شرف وهي عدم الإخلال بالوعد. عدم الإخلال بالوعد. الرابط بين عنوان النص ومضمونه علاقة تفسير وتوضيح. استخرج من النص زمن أحداث القصة، أحد أيام الصيف، المكان الذي تركزت فيه أحداث النص في الحديقة، الشخصيات الواردة، الكاتب، القائد، الطفل، الأولاد. ماذا وجد الراوي النص عند بيت الحراسة؟ طفل يبكي عند بيت الحراسة. بين سبب بكاء الفتى، لأنه جائع. الآن ننتقل إلى المعجم والدلالة. حدد الفعل المجرد للاسمين الآتيين ثم أرجع إلى المعجم ووضح معانيها. عندنا هنا مطأطئ خفض، سلوى الحزن. استبدل بالكلمات التي تحتها خط بكلمات تحمل المعنى نفسه. هنا الوقت، وهنا اختلال. استخرج من نفس ألفاظ إلى الحقل الدال البكاء. عندنا هنا يمسك دموعه. عندنا أيضا يبكي، كذلك ينشق، وأيضا ينشق، وأيضا ينشق. الآن ننتقل إلى المناقشة والتحليل. أرجع إلى النص ووضح أمام كلمة شرطة اسم الشخصية. عندنا هنا نكتب الطفل والقائد وكذلك الكاتب. بما فسر الراوي إصرار الفتى على البقاء في مكان وقوفه محافظ على وعده؟ محافظ على وعده. ما كلمة الشرف التي أعطاها الفتى للولد الكبير؟ أن يكون حارسا. أن يكون حارسا على مخزن البارود. استخرج من النص العبارة الدالة على أن الراوي قد فهم موقف الصبي. قلت بعد تفكير حسنا أسرع أنت إلى المنزل لكي تتعشى وسأبقى أنا بدلا منك. أذكر الأساس الذي انطلق منه هذا الفكر. المناوب لابد أن يكون عسكريا. كيف طبق الراوي فكرته؟ خرج للبحث عن شخص عسكري. برزت قوة الشخص الفتى وشجاعته في حواره مع الرائد. عد إلى الحوار الذي دار بينهما واستخرج العبارات الدالة على ذلك. عندنا الطفل وما رأيتك أنت، فأنت لا أرى عيد النجوم التي على كتفك.
الضابط أنا رائد. الطفل عندئذ رفع الفتى يده مؤديا التحية العسكرية قائلا: حاضر سيدي الرائد، سأترك نقطة الحراسة. قارن بين نظرة الراوي للفتى حين التقى به المرة الأولى ولاحظ وداعه في آخر النص. طبعا هنا البداية متأطئ الرأس والنهاية قوي لا يخاف. عندنا في السؤال الثامن، هذه هي الإجابة. وفي السؤال التاسع، حدد العبارة التي تدل على بداية تزام الأحداث مما يأتي. فجأة توقفت، هنا فجأة توقفت، وبعدين التكملة اللي هي فقد وصل إلى سمعي من خلف بعض الشجيرات. الآن ننتقل إلى حل السؤال. طبعا هذه هي الإجابة. في السؤال العاشر، حدد من النص حب المساعدة اللي هو الضابط، الإرادة القوية، الفتى، تحمل المسؤولية، الراوي. عندنا هنا في البداية الحدث واحد، هنا النهاية، هنا الحل، هنا العقدة، الحدث الثاني والحدث الثالث الآن ننتقل في حل سؤال الثاني عشر. وظف الراوي أسلوب الحوار الداخلي في وصف انطباعه عن شخصية الفتى. طبعا هنا نظر إلى أنفه الصغير، نظرت إلى أنفه الصغير. عد إلى الفقرة التي تبدأ بنعم. طبعا عندنا هنا أسلوب حواري الولد، أسلوب سردي، فقد كنت أجلس على كرسي الحديقة، أسلوب وصفي، وكان هناك ولد كبير أرسلني إلى هنا. الآن ننتقل إلى استثمار النص وإبداع الرأي. ما رأيك في هؤلاء الأشخاص؟ أشخاص سيئون مرفضون من المجتمع، كيف تتصرف معهم؟ طبعا هنا نكتب أشخاص سيئون. هنا أقف لهم وأمنعهم وأنصحهم. طلب الراوي الفتى نهاية القصة أن يوصلوا إلى منزله، ولكن الفتى رفض. ما رأيك في تصرف الفتى؟ تصرف مقبول لأن البيت قريب، هذا هو شرح الدرس.